من اهم المناطق اللي ممكن تتسوق فيها في اسطنبول تركيا منطقه اكس راي اللي بتبدا من اول محطه مترو اكس راي لحد مينا يانكابي. المنطقه جميله جدا، كلها محلات للملابس باسعار جميله جدا. وخلينا نشوف اهم الاستعدادات تبعهم في الموسم السياحي 2024. واهم حاجه في جولتك في منطقه اكس راي انك لازم تشارك الفيديو ده مع كل اصحابك وزمايلك اللي هيجوا اسطنبول في الموسم السياحي. ويلا بينا نبدا. وسوق اكس راي هو واحد من اهم مقاصد العرب للتسوق وشراء الملابس الجاهزه، لان كل مصانع الملابس التركيه عندها منافس بيع ليها في منطقه اكس راي، واللي بتبيع بسعر الجمله والاسعار بتكون ارخص بكتير من انك تشتري نفس الملابس التركية من داخل بلد تاني. وكل المحلات هنا بتحط اسعارها بالدولار لان كل الزباين بيكونوا سياح اجانب. فخلينا نلف سوا ونشوف اخر الاسعار في سنة 2024. واول شيء فساتين الصحراء اسعارها من $20 من مصانع كارنير، وديت من اشهر مصانع الملابس في تركيا. وعندنا هنا تشكيلة من فساتين الربيع من محلات ديل بأسعارها بتبدأ من $25. وبخصوص الأسعار فهي بتكون داخل المحلات بتكون متعلقة على المانيكان من الداخل، وأغلب المحلات مش بتعرضها خارجي. وهنا تشكيلة فساتين حريمي أسعارها من $20. والوقت المناسب لزيارة سوق أكس راي هو بعد الساعة 3 العصر إلى وقت المغرب. وهنا تشكيلة محلات ألف ألفا بأسعارها من $35 وعندهم أحجام كبيرة. تعتبر منطقة أكس راي هي معشوقة العرب الأولى أو مدينة العرب كما يطلق عليها. كتير هتلاقي المحلات بتضع الأسعار باللغة العربية، وأغلب البائعين في أكس راي بيتكلموا عربي، ده غير إن كل العرب ساكنين في المنازل هنا. وهنا تشكيلة من مصانع أكس راي فساتين سواري أسعارها بتبدأ من $30. وبخصوص تشكيلات الرجال يا جماعة، فالبدلة التلات قطع هنا بتبدأ أسعارها من 1400 ليرة أو $42. وهنا محلات ساسينة منزلة تخفيضات، والفساتين عندهم من $10 لتشكيلات الربيع. وبخصوص أسعار الجزم للسيدات فأسعارها بتبدأ من $20 للجزم الجلد، والأسعار بتزيد لي $25 أو $30 لو كانت الجزم شموع. وهنا تشكيلة مصانع INC للسيدات، الأسعار من $30 للفساتين و $45 للبدلة الرجالي. وأسعار الشنط بتبدأ من 250 ليرة في أغلب المحلات هنا. وهنا تشكيلة محلات ماكس لايف، وبتبدأ الأسعار من $20 إلى $35 للفساتين، واللي بتقدم تشكيلة متنوعة من فساتين الربيع وعندهم قسم للمحجبات. ولكن عن تجربة شخصية، من أجمل الأماكن لشراء فساتين السواري هو أتيلي نيرجس، واللي بيقدم تشكيلة بأسعار من $25 إلى $40 للفساتين. عندهم تشكيلة متنوعة من الستايل العربي الخليجي والستايل الأوروبي بألوان زاهية جدا. وبخصوص الأطقم الرجالي فيوجد منفذ بيع مصانع دينم العالمية، وأسعار الطقم القطعتين الجينز والتيشيرت بيبدأ من $30. وبيكون عندهم تصفيات الصيفي بداية من شهر أكتوبر، وتصفيات الشتوي بداية من شهر إبريل. كما ان عندهم تشكيلة كبيرة لملابس الاطفال ومستلزمات المدارس باسعار تبدأ من $10 للطقم، سن بيبدأ من 5 سنين لسن 15 سنة. كما ان موجود في سوق اكس راي برضو محلات احذية رخيصة تبدأ اسعارها من 200 ليرة يعني $6، تقدر تشتري منها احذية جلد وبرضو كوتشيات رياضية. وموجود في سوق اكس راي منفذ بيع مصانع بولو لشنط السيدات، واللي اسعاره بتبدأ من $20 لشنطة السيدات. ودي مجموعة تصفيات شتوي موجودة في محلات بوشيني. ولو كنت بتدور على احتياجات اطفالك وملابس المدارس، فاكبر مول لملابس الاطفال هو محلات لالالي اللي يمتد على 4 ادوار كلها مخصصة لاحتياجات اطفالك من سن سنة لسن 15 سنة. وأسعار الطقم الكاملة بتبدأ من $10 لـ$25 وفي كل الماركات والموديلات. وأغلب مواعيد العمل في سوق أكس راي هي لحد الساعة 8 المغرب، بعدها كل المحلات بتقفل. وأثناء تجولي في سوق أكس راي شفت واحد من أشيك بوتيكات البلطو في تركيا، وهو موضة لاريسا. أسعاره من $35 للبلطو الحريمي، وبينزل التشكيلات عادة قبل فصل الخريف، وبيكون عنده خصومات في شهر 5 و6. ولو خرجت في اتجاه محطة المترو هتلاقي أسعار مقاربة لسوق فاتح،
واللي تقدر تشوف أسعاره في سنة 2024 من خلال الحلقة دي، كما إنك هتقابل واحد من أجمل مناطق إسطنبول وهو مسجد السلطانة بترونيهال أو مسجد الوالدة حسنة، وده من أقدم المساجد اللي تم بنائها في عهد الدولة العثمانية من أكتر من 180 سنة. ولو كملت شوية هتلاقي مول مترو أكسري واللي موجود داخل نفق المشاة في المترو، ويعتبر بديل تسوق جميل وتعتبر أسعاره أقل شوية من أسعار المحلات في أكسري ومفهوش منافذ بيع المصانع. ولكن لو بتدور على جودة عالية لملابس تركية فأكيد سوق أكسري هو أهم مكان بيحبه أهل السعودية والخليج. المنطقة جميلة جدا يا جماعة وفيها كل ما تحتاجه من ملابس رجالي، حريمي، أطفال، مشغولات جلدية، تصفيات، ملابس شتوية، تصفيات، كل شيء موجود في منطقة أكسري، وتقدر تفاصل في السعر وتجيب حاجات بسعر كويس جدا. وأهم شيء في منطقة أكسري إنك كالعادة لازم تشارك الفيديو ده مع كل أصحابك وزمايلك اللي هيجوا في إسطنبول في الموسم السياحي 2024. وكالعادة لو عندك أي استفسار تقدر تسيب تعليقك في الكومنتات، وانتوا عارفين ان انا برد على كل الكومنتات، واشوفكم في جولة جديدة ان شاء الله داخل عاصمة تركيا اسطنبول. سلام.